اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من همزه وصل. الرحمه والمحبه كلمتين هما اساس الانسانيه. كلنا عارفين ان الرحمه هي تعكس الدين الاسلامي استنادا لقوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وايضا الدين المسيحي معروف انه دين المحبه، وعلى هذه الكلمه قام الدين المسيحي. طب لما المسيحيه هي المحبه وايضا الاسلام هو الرحمه، المشكله فين؟ المشكله فين في اعمال العنف اللي بتواجه الطرفين سواء المسلمين من قبل المسيحيين، طبعا مش بتكلم عن مصر، انا بتكلم بصفه عامه في العالم، او سواء يتعرض المسيحيين ايضا لعمليات عنف من قبل المسلمين. عشان نعرف أسباب هذا العنف والوقوف عليه، وأيضا في سعي من الأزهر الشريف أنه يبغض أو ينفي عنه كل هذه الأعمال العنف وتوضيح معنى الدين الإسلامي، وأيضا من سعي من قبل الفاتيكان أنه هو يوضح معالم الدين المسيحي السامحة، اجتمع الطرفان في ندوة الأسبوع الماضي للحديث عن سماحة الأديان وأهمية قبول الآخر سواء في الدين المسيحي أو الدين الإسلامي، وخرج بعدد من التوصيات. هذه التوصيات اللي احنا هنناقشها مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا، وهيكون سؤال حلقة اليوم من البرنامج هي: كيف ترى أهمية إقامة حوار مشترك بين الأزهر والفاتيكان في مواجهة الأفكار الإرهابية؟ ده هيكون سؤال حلقتنا النهاردة. هننتظر مشاركات حضراتكم معانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، على الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وسكايب وإنستجرام على همزة وصل إيجي. هنروح دلوقتي مشاهدينا نشوف تقرير حول موضوع حلقة النهاردة ونرجع مع حضراتكم سريعا للنقاش. في ظل ما يشهده العالم اليوم من دمار واقتتال واحتراب نتيجة ظاهرة التعصب والتطرف باسم الدين، تبرز أهمية إقامة حوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان للحيلولة دون انتشار الفكر الديني المتطرف، والذي يتم ارتكاب الكثير من جرائم العنف والإرهاب على مستوى العالم من جرائه. في هذا الإطار عقد في القاهرة مؤخرا مؤتمر الأزهر الدولي الحرية والمواطنة التنوع والتكامل، الذي نظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وحضره أكثر من 200 شخصية من 60 دولة من النخب الدينية والمدنية والثقافية والسياسية الإسلامية والمسيحية في الوطن العربي والعالم، وذلك بهدف ترسيخ أهمية التعايش لتحقيق السلام والتعاون بين المجتمعات. ومن خلال المؤتمر دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للعمل من أجل التأسيس لشراكة متجددة بين المسلمين والمسيحيين تقوم على المواطنة والحرية والمساواة في الحقوق. كما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الحوار بين أصحاب الديانات لدحر التصورات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة التي زرعتها جماعات العنف والإرهاب في أذهان عدد غير قليل من المواطنين، والتي أثرت بدورها على ظهور ممارسات دينية متطرفة غريبة على القيم الإنسانية تعاليم الأديان. كما طلب إعلان الأزهر من يربطون الإسلام وغيره من الأديان بالإرهاب بالتوقف فورا عن هذا الاتهام الذي استقر في أذهان الكثيرين بسبب هذه الأخطاء والدعاوى، مؤكدا أن الأديان كلها براء من الإرهاب بشتى صوره. زي ما شفنا في التقرير يمكن وضح كل ما قام به الأزهر الشريف في هذه الندوة، وأيضا التوصيات التي خرج بها والتأكيد على سماحة الأديان السماوية جميعها. وهنعرف النهاردة في حلقتنا كيف سيتم تفعيل هذه التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر، ولكن اسمحوا لنا في البداية نشوف مشاركات حضراتكم اللي جات لنا على صفحة البرنامج واللي هتستعرضها لنا الزميلة آلاء حامد. أهلا بك يا آلاء، اشرحي لنا أو وضحي لنا أهم الآراء اللي جات لنا على صفحة البرنامج. أهلا بك ميرفت، أهلا بكم مشاهدينا. خطوة جيدة ومهمة جدا، هكذا يصف مشاهدونا إقامة حوار مشترك بين الأزهر والفاتيكان لمواجهة الأفكار الإرهابية، كما يتضح من خلال المشاركات التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي نتعرف على تفاصيل أول مجموعة منها معكم الآن. والبداية مع أبو علي نصر خليفة يقول: الحوار بين الأزهر والفاتيكان أمر ضروري جدا للتواصل والتقارب بين الأديان ولتعريف غير المسلمين
بوسطية وسماحة الإسلام وتعريفهم بأن الدين الإسلامي سمح ويقبل الآخر وينبذ العنف ويحرم القتل، لأن للأسف الشديد في الآونة الأخيرة ظهر لنا جماعات إرهابية متطرفة مثل داعش وغيرها يقتلون النفس التي حرمها الله، وللأسف باسم الدين تقتل نفس بريئة وتذبح ويقال الله أكبر والإسلام بريء منهم، لأنهم زرعتهم أجهزة استخبارات غربية بهدف تشويه الإسلام. فعلى الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء عمل لقاءات وندوات دينية لتوضيح سماحة ووسطية الإسلام وتقبله للآخر، ليس فقط حوارات مع الفاتيكان ولكن في العالم أجمع. ممدوح أبو عاصي يقول الحوار بين الأزهر والفاتيكان أكبر دليل على سماحة الأديان، وأيضا لإيضاح الصورة السيئة التي يراها بعض الجهلاء عن الدين الإسلامي وعلاقته بالأديان الأخرى، ويجب عمل ندوات يحضرها رجال الدين الإسلامي والمسيحي حتى يتم الترابط والتواصل بين المسلمين والمسيحيين، فنحن أبناء وطن واحد والدين لله. عادل أبو شنب يقول أهمية إقامة حوار مشترك بين الأزهر والفاتيكان في مواجهة الأفكار الإرهابية هو براءة الإسلام من العنف وصناعة السلام وإشاعة العدل هي مبادئ الإسلام، وأن المسلمين والمسيحيين في الشرق إخوة وأصحاب حضارة واحدة، والتطرف والجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية التي تتمسح بالدين لارتكاب جرائمها، وأيضا علينا كشف هذه الجماعات، وأيضا تكثيف عمل المؤسسات الدينية وبيت العائلة المصرية للعمل في برامج لإنقاذ شباب الأمة من غسل الأدمغة، وهذه مسؤولية العلماء والمراجع الدينية في العالم العربي والإسلامي في إطفاء كل الحرائق المذهبية والعرقية، والمشاركة باسم الأزهر في مؤتمر للفاتيكان ومشاركة ممثلين عن الفاتيكان في مؤتمر الأزهر تعتبر مؤشرات طيبة لاستئناف الحوار المشترك بين الجانبين وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى كثير من شباب الجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية. إبراهيم شريف يقول الإسلام والمسيحية دين خرج من مشكاة واحدة، فالجميع يعبد الله وعلماء الدين من الجانبين لا خلاف بينهم، ولكن كل الخلاف هو من بعض من لا يفهمون الدين من الجانبين وتعصبوا الأشياء ليست من الدين بل خرجوا عن الإطار الصحيح للدين الإسلامي والدين المسيحي، وأخذ كل طرف من هؤلاء المتطرفين يسفه من دين الآخر. لذا لابد من التعاون بين الأزهر، هذه المؤسسة الوسطية العريقة، والفاتيكان قبلة المسيحيين في العالم حتى نقضي على كل تطرف في مهده، ولا يجب أبدا أن يتم وصف الإسلام بالإرهاب أو إلصاق هذه التهمة به ولا المسيحية بالتطرف، فالدين لا يعيبه ولا ينقصه عدم فهم البعض له. إذن مشاهدينا كانت هذه أول مجموعة من الأراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج. ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية متواصلون معكم، نتابع ونستقبل كل الأراء لنعود مرة أخرى ونستعرضها معكم، ولكن الآن إلى بداية الحوار والنقاش مع الخبراء والمتخصصين وميرفت المليجي. إليك. شكرا لك آلاء، وشكرا لكل من شارك معنا على صفحة البرنامج. وزي ما شفنا لا خلاف على أن الأديان السماوية كلها أديان تدعو للتسامح والمحبة وقبول الآخر. هنحاول أن احنا زي ما قلنا حضراتكم في بداية الحلقة ان احنا هنحاول نعرف التوصيات، والاهم من التوصيات كيفية تفعيلها في الفترة القادمة. وهيكون معايا عبر الهاتف نيافة الأب هاني بخوم وكيل بطريرقية الأقباط الكاثوليك. نيافة الأب تحياتي أولا، يعني هذا الاجتماع ليس هو الاجتماع الأول بين هيئة أو جهة دينية عالمية زي الفاتيكان وبين الأزهر الشريف، وشاهدنا زيارات كثيرة سواء من قبل شيخ الأزهر للفاتيكان أو العكس. عايزين نعرف أهمية هذه الزيارات للتأكيد على أهمية تكاتف الأديان وقبول الأديان لبعضها. أولا مساء الخير وكل عام وانتم بخير. أهلا بحضرتك. طبعا ده شيء يعني مشيد وشيء رائع، نبع للفرح كبير، هو رجوع من جديد نية للحوار المتجدد ما بين الفاتيكان وما بين الأزهر الشريف. أكيد مما لا شك فيه أن الحوار هو الطريق الوحيد والأمثل لتخطي كل الاختلافات وللوصول لرؤية ومنهجية واحدة للتعامل مع المشاكل. صحيح. نقدر نقول ان لما الحوار انقطع كان في شوية يأس، لان ازاي هنحل المشاكل لو اصلا ما فيش حوار. رجوع الحوار هو بداية طريق في نية من جميع الاطراف لمواجهة المشاكل
وتخطيها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حضرتك المنتدى الأخير أو المؤتمر الأخير اللي تم ما بين مركز الحوار في الأزهر الشريف وما بين ممثلين عن الفاتيكان، أهم التوصيات اللي خرج بها هذا المؤتمر والأهم من ذلك آليات تفعيل هذه التوصيات؟ بالفعل يعني آخر منتدى وآخر جلسة حوار كانت موجودة، أعتقد أنها شجعت إلى حد كبير جدا هو التفعيل لهذا الحوار. هو كل في المؤتمر أشادوا بالنية الصادقة من كل الأطراف للرجوع لحوار صريح واضح وبناء. مهم يعني حوار ما يقومش فقط على مناقشات عامة ويعني سطحية، ولكن مناقشات للواقع، للصعوبات الفردين بيتقابلوا فيها وكمان محاولة لتخطيها. أكيد كان في كمان بعض التوصيات الكبيرة وأهمها إزاي نفعل ده عمليا على أرض الواقع يعني في البلد في مصر نفسها. أنا شايف طبعا أن بيت العيلة هو تجسيد لهذا الأمر بحد كبير. شايف كمان زي مؤتمر الأزهر اللي تم خلال هذا الأسبوع الماضي كان برضو أحد التفعيلات لهذا الأمر، لكن كمان احنا ما زلنا نشيد وبنطرح هذه الفكره. يعني انا في اكثر من لقاء مع اكثر من برنامج تلفزيوني واذاعي حاولت ابث هذه الفكره، ان للاسف احنا بنلاقي ما زلنا امامنا ثقافه الى حد ما مع بعض الاشخاص هي ثقافه تطرف اتكونت مع الوقت. طيب هو ده هياخدني لسؤال، يعني هل ده تقصير من دور الجانبين؟ يعني انا مش هتهم جهه معينه، هل في تقصير من قبل الازهر فيما يتعلق بتوجههم نحو المسلمين وتوعيتهم باهميه ان الاديان دين سامح وقبول الاخر وما الى ذلك؟ وايضا هنتكلم عن الدين المسيحي سواء الفاتيكان او اي جهه مسيحيه، هل هناك تقصير في احتواء رجال الدين في للشباب مثلا او توجيه المعلومه او توضيح المعلومات ليهم؟ ابدا انا ما اقدرش اقول بصراحه ان في تقصير معين، لكن اللي اقدر اقوله ان الواقع دلوقتي في السنه دي 2017 مختلف اختلاف تماما عن الواقع 2010، عن واقع 2005، عن واقع سنه 2000. هذا هو الامر المهم دراسته، اللي احنا دلوقتي يجب ان نجد وسائل واساليب جديده لتنمية ثقافة السلام والحرية والعدالة ما بين الأديان. ده مش معناه أن النهاردة في تقصير، معناه أن في تحديات جديدة مهم اللي احنا نبتدي نفكر إزاي نلاقي أساليب وسبل جديدة لحلها. نعم هستأذن حضرتك، تفضل. احنا دايما بنقترح بنقول عشان زرع هذه الثقافة مهم أن كل مصري يفهم أن البلد دي مصر هي بلد ذو رئتين بتتنفس بثقافة إسلامية وثقافة قبطية. نعم. مهم زرع الثقافة القبطية، الفن القبطي، اللغة القبطية في مدارسنا منذ مرحلة التعليم الأساسي. نعم. بيزرع بعد 10-15 سنة شباب منفتح. صحيح. طيب هستأذن حضرتك نيافة الأب هاني بخوم تبقى معنا، وهينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عبد الغني هندي وهو وكيل لجنة الحوار بمجلس الشؤون الإسلامية. دكتور عبد الغني بعد التحية، يعني نيافة الأب بخوم تحدث عن أنه أن الأمر تطور، يعني مخاطبة الشباب في 2017 اختلفت تماما عنها في حتى 2010 في القريب. هل حضرتك شايف ضرورة تجديد الخطاب الديني سواء الدين المسيحي خطاب الدين المسيحي أو الدين الإسلامي حتى يواكب عقول الشباب في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بحيي حضرتك وبسلم على الأب الفاضل. في الحقيقة احنا محتاجين أن نبذل سويا مجهود لترسيخ القيم التي تحض على التعايش وتقبل الآخر وتحض على التعددية والتنوع. وفي الحقيقة هذا هو الأساس التي قامت عليه الحضارة المصرية، وأنا أقصد بالحضارة المصرية كل الحضارة المصرية، الحضارة المصرية حتى سواء الفرعونية أو الحضارة القبطية أو الحضارة الإسلامية. ولما أتى الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، المسجد الذي أقيم عليه أول مسجد في إفريقيا وهو مسجد عمرو بن العاص كان إهداء من سيدة قبطية. لما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب أنه هناك تعدي على هذا المسجد،
تبرعت السيدة القبطية بهذه الأرض لتكون أول مسجد في إفريقيا، وهو المسجد الذي لا زال موجودا إلى الآن، مسجد عمرو بن العاص الموجود في القاهرة. نعم. ولما أتى سيدنا عمرو بن العاص إلى مصر، الذي أعاد الأب بنيامين إلى كنيسته ورممها من بيت مال المسلمين هو سيدنا عمرو بن العاص. نعم. ولا ينكر التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أحد الغزوات الشهيرة في غزوة أحد كان من بين من يحارب في صفوف المسلمين مشرك ويهودي. نعم. كان خزمان رجلا مشرق ورجل اسمه المحيرق رجلا يهودي كان يحارب في صفوف المسلمين. نعم. وفي العصر الحديث لو حضرتك في الأربعينيات الوقت الذي كانت تظهر فيه في أوروبا الفاشية والنازية، كان في مصر العلاقة ثورة 19، كان الشيخ الآياتي عليه رحمة الله يخطف في الكنيسة، وكان القس سرجيوس يخطف في الجامع الأزهر. نعم. وخرجت شعار تعانق الهلال مع الصليب، لأن الشيوخ كانوا يحملون القس سرجيوس وكان الكهنة يحملون الشيخ الآياتي عليه رحمة الله. صحيح. وفي الأربعينيات لما سئل، وكنت كان في ندوة الآن في المجلس الأعلى أيضا عن المواطنة، لما سئل رئيس وزراء مصر في حينها مصطفى باشا النحاس أن كسوة الكعبة كان يمسك اللجام أقدم ضابط في مديرية الأمن، فكان أقدم ضابط في مديرية أمن الغربية كان رجلا قبطيا. فسئل النحاس باشا وهل يزف كسوة الكعبة رجلا قبطي، فقال النحاس باشا عليه رحمة الله اسألوا الجمل هل هو مسلم أم قبطي. لذلك لم يأتي علينا هذه النعرات إلا بمناسبة تأسيس الجماعات التي ادعت زورا وبهتانا أنها تنتمي إلى الإسلام. لذلك القضية هي قضية فهم، لو أننا رجعنا للأديان، الأديان تدعو إلى التعايش، وده يمكن كان محور سؤالي لحضرتك في البداية، أن الفهم إحنا دلوقتي التطرف بيبدأ بالشباب، يعني بيستهدف الشباب أو الجماعات الإرهابية المتطرفة سواء في الدينين بيستهدفوا الشباب. هيك شايف أن الخطاب الديني للجهتين مواكب للشباب بيقدر يوصل لهم، بيبقى في حلقة وصل ما بينهم لمخاطبة عقولهم، ولا إحنا طبعا هيك الكلام اللي قلته جدا والنيافة الأب برضو بخوم الكلام كله متفق عليه ولا خلاف عليه، ولكن كيفية توصيل هذه المعلومات القيمة للشباب؟ أنا بقول لحضرتك كده ليه، لابد أن نستحضر للشباب هذه الصورة الوطنية التي كانت نحن لم نعيش مع إخواننا الأقباط منذ سنة أو سنتين، نحن نعيش سويا منذ أكثر من 1400 عام. لذلك لابد من استحضار هذه صورة التعايش الفريدة الخالدة التي يتعانق فيها المسجد مع الكنيسة، ويوجد فيها قبر المسلم بجوار قبر المسيحي. هذه الصورة لابد أن تكون حاضرة في أذهان الشباب. نعم. الأمر الثاني يتعلق بمسألة الفهم، لابد أن نعترف أن الفهم المسيطر خصوصا فيما يخصنا بالنسبة لفهم الجماعات المتشددة، والذي خوف كثيرا وأزعج كثيرا من الإخوة الأقباط، هذا الفهم المتشدد بأنه فهم الإسلام، وهو الفهم الموجود له حضور عند الشباب. لذلك لابد على المؤسسات أن تبذل جهدا كبيرا في مسألة حضور الفهم الإسلامي الصحيح والفهم المسيحي الصحيح محل الفهم المتشدد. وهذا يحتاج في الحقيقة إلى مبادرات عملية، يحتاج إلى واقع. وأنا أستشعر أننا تعدينا مرحلة المؤتمرات الشكلية والمؤتمرات التي البروتوكولية الذي يجلس فيها. صحيح. طيب، وده يمكن السؤال اللي هوجهه لنيافة الأب هاني بخوم، يعني الدكتور عبد الغني تحدث أن احنا تخطينا مرحلة المؤتمرات الشكلية والكلام والاجتماعات اللي بتخرج بنفس الكلام في كل مرة من سنين كثيرة منذ انعقادها، ولكن أين تفعيلها على أرض الواقع؟ تحدث أن الفهم، أن هناك أزمة في الفهم الأديان، فأين هي المؤسسات الدينية من توضيح هذه المفهومات أو المفاهيم الخاطئة؟ أولا تحياتي للسيد الدكتور عبد الغني. ثانيا أنا متفق كل الاتفاق في هذا الرأي، وعلشان كده أنا شخصيا بأطالب بتفعيل هذه المؤتمرات. أولا أشياء عملية نقدر نتكلم عنها. للأسف ما زلنا نجد في بعض الكتب اللي بتخرج من الأزهر، بعض الكتب الدينية اللي بيتوافق عليها وبياخد تصريح عملية تكفير للمسيحيين،
في حين ان صعب اللي احنا نلاقي تكفير للجماعات الإسلامية المشددة. إذن أول نقطة عشان شبابنا، لأن الأزهر هو المرجعية، مرجعية شبابنا مش بس الأزهر، في العالم العربي وفي الإسلام عموما الأزهر قيمة ما نقدرش نتناقش فيها. إذن لو في الأزهر أول خطوة بيتم اتفاقية مع الفاتيكان أو مع مسؤولين الحوار على تكفير ما هو ضد القيم الإنسانية ومش تكفير أديان أخرى، إذن دي أول خطوة بتحط خط أحمر لشبابنا. نعم، بس أنا عفوا للمقاطعة، يعني كلام حضرتك يعني أن المتطرفين فقط في الدين الإسلامي، وفي حين أن احنا بنجد مسلمين كثيرين بيتعرضوا لعنف من قبل مسيحيين في العالم الخارجي، يمكن في مصر الظاهرة دي مش موجودة كتير، ولكن في الخارج بنجد أيضا تطرف وأعمال تطرف تجاه المسلمين في الخارج. مليون في المية أكيد، عشان كده أنا كلامي كان واضح جدا، أنا ما قلتش المتطرفين هو نابع من دين، التطرف نابع عن سوء استخدام الدين، وده قد تلاقيه في المسيحية، في الإسلام، في اليهودية، في أي ديانة أو تدين آخر. صحيح. علشان كده أنا كان كلامي مهم جلسة ما بين الطرفين، هما الاثنين بيستنكروا الأفعال دي. نعم. نبع من تطرف إسلامي أو نبع من تطرف مسيحي أو نبع من تطرف يهودي. صحيح. بس دي أول خطوة. التاني خطوة المهمة اللي أنا بركز عليها في رأيي الشخصي، زي ما كان الدكتور عبد الغني بيقول، هذه الثقافة اللي أنا تربيت عليها واللي أنا شربتها في المدارس النهاردة مش موجودة. النهاردة محتاجين لأولادنا من أولى ابتدائي يرجعوا يدرسوا هذا التاريخ، يرجعوا يدرسوا أن مصر كمان قبطية، وإن نعم. لو نزعنا منها هذا الجانب القبطي أنت بتنزع رئة من جسم الإنسان. صحيح. حيعيش، لكن حيعيش في حالة سيئة. صحيح. مش فقط مؤتمرات لكن تفعيلات، يعني ما تخرج به التوصيات، تخرج به هذه المؤتمرات، هو الأهم في من عقد أو الهدف الأساسي من عقد هذه المؤتمرات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا نيافة الأب هاني بخوم، وهروح مرة أخرى للدكتور عبد الغني هندي. دكتور عبد الغني، يعني نيافة الأب بخوم تحدث أنه لابد من الصغر تغيير كل المفاهيم الدينية، وأن العملية التعليمية يعني في هذه الفترة أو في السنوات الأخيرة أصبحت تختلف عن سابقية في توضيح أهمية التسامح وقبول الأديان السماوية الأخرى. تمام. هو زي ما أنا قلت لحضرتك، النموذج المصري في المواطنة وفي التعايش نموذج فريد، ولا بد أن تكون هناك كتابات ومؤلفات ومسلسلات ومحاضرات. نعم. وأن يصل هذا إلى العلاقة المصرية الإسلامية القبطية، علاقة في غاية العظمة. تخيلي حضرتك ان في ثلاثينات هذا القرن يخرج عميد الادب العربي طه، يخرج امير الشعر العربي احمد شوقي وهو واقف على قبر بطرس باشا غالي يقول: قبر الوزير تحيه وسلامه، فيه المحبه والسلام اقامه، جئنا الحياه متجاورين جماجما وعظاما، نحيي تعاليم المسيح لاجلكم وتوقرون لاجلنا الاسلام، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الاديان. نعم. شعار مصر الوطني لابد أن نستحضره في مسلسلاتنا، في الإذاعة، في البرامج الإعلامية، في حديثنا. لابد أن يعلم الشباب أن هذه الأمة لن تتقدم قيد أنملة إلا أن تكون تعلم تماما أن كرامة الشيخ من كرامة القسيس، وأن التعدي على الكنيسة هو التعدي على المسجد والعكس. وإحنا بنعول كثيرا على الأزهر وأيضا الفاتيكان والكنيسة. أود أن أختم كلامي بكلمة مهمة جدا. فضل. وهي يعني الإشارة الوحيدة في كلام الأب: لا يوجد هناك تطرف إسلامي، ولا يوجد هناك تطرف مسيحي ولا تطرف، والله سبحانه وتعالى لم يأتي برسائل تدعو. هناك فهم متطرف. نعم. هناك أشخاص متطرفون. صحيح. لابد أن نعترف بذلك، ونحن لم نخرج مرة بشكرك. ولم يخرج مفكرا واحد يقول: نعم. المسيحية حدث فيها كذا أو اليهودية كذا، ولكن نتهم الأشخاص والأفكار والأفهام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا عملا خالصا لوجه الكريم. نتمنى. وأن نستنشق هذه الصعوبة التي نمر بها. وأنا في إسماعيلية الأسبوع الماضي نحن نمر بمرحلة تعدنا إلى هذا التماسك وهذه اللحمة مرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الغني هندي، وكيل لجنة الحوار بمجلس الشؤون الإسلامية. هنروح دلوقتي مشاهدينا نشوف آراء الجماهير في الشارع حول موضوع حلقة اليوم، ونرجع مع حضراتكم نستكمل النقاش.
لازم يكون في حوار مشترك، لان احنا عايشين على ارض واحده، بلد واحده، وطن واحد، لازم يكون في حوار مشترك. في هجمات من دول خارجيه كتير، عاوز التهديد، عاوز يخرب هذه البلد. لازم احنا لو احنا ابناء البلد ما اجتمعوش وما بقوا صف واحد، مين هيحافظ على البلد دي؟ طبعا دي حاجه كويسه، بس لو اتعملت يعني بره مصر. يمكن الفاتيكان هنا في مصر مش هو الكنيسه الاكبر، يعني بالنسبه لي احنا هنا في مصر احنا اقباط ارثوذكس، ديت يمكن اكبر طائفه موجوده او اكبر جزء من المسيحيين اللي موجودين. فيعني لو اتعمل على شكل الكنيسه في مصر بشكل عام، ده متهيالي هيكون افضل بكتير بين كونه مختصر على الازهر والفاتيكان، او يكون في دعوه للحوار الديني. يعني احنا لو اتكلمنا عن الاديان مش هنتكلم على وجهات نظر متقابله، او يعني زي ما تقولي نقطه حوار ملتقيه مع بعضيها، لكن هنتكلم عن قيم إنسانية، فممكن يحصل حوار والتقاء في الآراء. يعني كلنا أرثوذكس كمجموعة كبيرة أو في مصر، لو زاد برا تبقى أفضل بكتير، إن هم بيشوفوا الحوار ويقدروا يتغلبوا عن الأفكار دي. إحنا من زمان كمسيحيين أو مسلمين إيد واحدة، وما فيش أي فتنة طائفية ممكن تفرق ما بيننا، ومسيحي او مسلم ما فيش فرق ما بيننا. يعني كل البني ادمين او كل اللي موجودين على ظهر الارض دي كلها وحده ومتكاملين. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع، وده دايما شعار المصريين من زمان جدا. ويمكن لو لقاءات زي اللي تمت دلوقتي دي تمت في دولة تانية غير مصر، يمكن كنا هنسمع آراء مختلفة، كنا هنلاقي طائفة بتهاجم الأخرى. ولكن احنا دايما في مصر معروفين ان احنا نسيج واحد، ما تقدرش حيك تقدر تميز ان ده مسلم او مسيحي، وده يمكن اللي محافظ على مصر ان شاء الله ويفضل محافظ عليها. هنروح بقى نشوف آراء حضراتكم اللي جات مرة أخرى لصفحة البرنامج مع الزميلة آلاء حامد. إليك يا آلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل ميرفت ما زالت ترد إلينا الأراء حول موضوع الحلقة، والتي لا تختلف كثيرا عن أراء المواطنين في الشارع، فكلها تؤكد على سماحة الأديان وضرورة التواصل بينها وقبول الآخر. مجموعة جديدة من الأراء نتعرف عليها معكم بتفاصيلها، والبداية مع هيثم جمال السدوري. يقول إقامة حوار مشترك بين الأزهر والفاتيكان مؤشر يدل على تكاتف جميع الأديان على هدف واحد، وهو القضاء على الإرهاب والتطرف والقضاء على مكافحة الإرهاب والتقارب بين الأديان، لكي تعرف كل الأديان وكل دول العالم سماحة الإسلام والمسلمين، وأن ديننا الحنيف يحارب الإرهاب والفساد والفكر المتطرف، وهذا ما يدعو إليه الأزهر الشريف. ووردت في آيات كثيرة أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. وهناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تحث على التراحم والود والتألف بين الناس، والتعامل في التجارة وكل متطلبات الحياة مع جميع الأديان بالود والرحمة. وهو يقول ثقتنا في الأزهر الشريف كبيرة جدا، ونرجو من الأزهر الشريف انتشار هذه المؤتمرات والتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والتربية والتعليم وعلماء النفس لإقامة قوافل دعوية وتوعوية وأخلاقية داخل مصر وفي جميع دول العالم، كي ينتشر الدين بمعاملاته الوسطية وأخلاقه السمحة. أيمن الأنصاري يقول نرى أن الأزهر الشريف منارة الإسلام في العالم والدين الوسطي المعتدل وسماحة الإسلام بالسلام لكل شعوب الأرض والسلام بين مختلف الأديان، فيجب على الأزهر الشريف إقامة حوار مع الفاتيكان والأديان السماوية وحكماء العالم لتصحيح رسالة الأديان السماوية التي تحث على التعايش والتعارف على الشعوب مع بعضها البعض، والقضاء على الأفكار الإرهابية المتطرفة والفكر الداعشي الذي يكفر الحضارات والشعوب، والبعد عن العنصرية من الأفكار المغلوطة من بعض السياسات التي لها أجندات خارجية لوضع الفتن بين الشعوب والمجتمعات. إذن على الأزهر دور كبير بدعم من المجتمع الدولي بالسلام بين الأديان والشعوب وتحقيق السلام في كافة دول العالم. مصطفى حسني يقول الحوار بين الأزهر والفاتيكان حوار حول مواجهة الإرهاب هو مهم جدا، لأنه يبعد التطرف والعنصرية بين فئات المجتمع المصري وطبقاته وأديانه، ويؤيد الوحدة الوطنية. لازم نهتم بالحوارات التي يجتمع فيها الهلال مع الصليب، لأن الشباب علشان يقتنعوا بهذا الكلام لازم يكون في بينهم مساواة ومؤاخاة ونعم للوحدة الوطنية ولا للإرهاب
الإرهاب وتحيا مصر. أبو أدهم الحكني الشرقاوي يقول من أهم الأشياء هو معرفة الآخر بحقيقة الدين الإسلامي الوسطي السمح الذي شوهه المتشددون ومن هم عقولهم متحجرة دون فهم ودراية بحقيقته السامية والمترفعة عن كل ما يؤدي إلى العنف والإرهاب والذي هو من صنع أعداء مصر والإسلام في الداخل والخارج. حفظ الله مصر ومتعنا بالأمن والأمان. وأخيرا محمود الضوي يقول أهمية كبيرة طبعا لإقامة حوار مشترك بين الأزهر والفاتيكان في مواجهة الأفكار الإرهابية من أجل حماية المواطنة والأمان والاحترام لكل إنسان في ربوع العالم، وهو يؤيد حوار حضاري دولي لنشر مفاهيم التسامح بصفة عامة. إذن مشاهدينا أيضا كانت هذه مجموعة أخرى من أرائكم حول موضوع الحلقة، وما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية ننتظر المزيد، ربما نعود مرة أخرى لاستعراض مجموعة جديدة من الآراء، ولكن الآن إلى حوار جديد أيضا مع ميرفت المليكي. شكرا لك آلاء. ودلوقتي مشاهدينا هنروح مع ضيوفنا عشان نكمل نقاشنا حول الحوار وأهمية الحوار المشترك ما بين الأزهر والفاتيكان لتوصيل مع تعليم الدين سواء الإسلامي أو المسيحي. ويكون معايا عبر الهاتف سيدة النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، وأيضا الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف. واسمحوا لي هبدأ بسيدة النائبة مارجريت عازر، تحياتي لحضرتك. يعني تحدثنا هنا من قبل عن أهمية توعية الأطفال منذ الصغر بتعليم سواء الدين الإسلامي أو المسيحي، وكان من ضمن المقترحات أن كان هناك مقترح في البرلمان للموافقة عليه وهو أن جعل الحصة الدينية في المدارس هي حصة واحدة لا يتم الفصل ما بين الأطفال أو الطلاب. حضرتك شايفة هل هذه وسيلة وإلى أي مرحلة وصل هذا القرار؟ أهلا بك. أهلا المشاهدين. في الحقيقة مهم جدا أن احنا نرسخ المفاهيم الصحيحة للأديان منذ الصغر، لأن التعليم في الصغر مثل النقش على الحجر، وبالتالي حينما نخلق الأجيال ذات الثقافة المصرية الأصيلة اللي احنا كلنا تربينا عليها، وللأسف الشديد طرقت علينا مفاهيم مغلوطة باسم الأجيال لا تمد للأجيال بصفة، ولكنها جت لنا من خلال الفكر الوهابي اللي أتى من خلال الأعراف وما شابه هذا. طبعا أنا من الناس اللي بتأيد جدا إن يبقى حصة الدين حصة مشتركة نتكلم فيها عن سماحة الأديان، عن ما هو متفق عليه، لأن كل الأديان متفقة في التعليم السماوية واحدة. صحيح. متفقة في اللي بنختلف فيه حاجات صغيرة جدا، وهي في صلب العقائد ما بتدرسش في السن المبكر. نعم. وممكن ان يتم انسابها سواء للمسجد او للكنيسه، يعني كل في اتجاه. يعني كل الاديان بتحث على المحبه والاخاء والوحده والتعامل مع الاخر باحترام وتقبل الاخر، كل هذه مفاهيم بتحث عليها كل الاديان، ولا تفرقه بين دين واخر من الاديان السماويه السنة. صحيح. وبالتالي كمان في مادة كمان كنا بندرسها اسمها التربية القومية. التربية القومية دي كانت دائما تنمي الانتماء إلى الوطن وتنمي فكرة المواطنة بمفهومها الشامل. نعم. مش بين المسيحي والمسلم بس، لكن المواطنة بالمفهوم الشامل للوطن، كيفية احترام تراب الوطن، كيفية معرفة ما هو الواجبات اللي يجب انها تكون على المواطن. لك حقوق وعليك واجبات. نعم. استاذن حضرتك تبقي معنا سيده النائبه مارجريت عازر، وهنروح للشيخ ابراهيم رضا. تحياتي لحضرتك. يعني هل سؤالي لحضرتك، هل الازهر الشريف استطاع في الفتره الاخيره على الاقل ان هو يحتوي الشباب وتوصيل مفهوم الاسلام بالمعنى الصحيح، وخطواته في الفتره القادمه في تفعيل هذه الوصايا، خاصه يعني ان صح التعبير انه بتوجه دائما إلى الدين الإسلامي أصابع الاتهام في أعمال التطرف والإرهاب؟
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بحي حضرتك أستاذة ميرفت، وبحي النائبة مارجريت عازر ومشاهديك الكرام في كل مكان. بالتأكيد بدأ الأزهر الشريف بداية مختلفة، أو إن شئت تستطيع أن تقولي بدأت المؤسسات الدينية المصرية المتمثلة في الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية تدرك حجم الخطر الذي يحيط بهذه الأمة وباستهداف شباب هذه الأمة. ومن هنا بدأت هناك عدة خطوات مختلفة، سواء من خلال وزارة الأوقاف كتوحيد الخطبة وقصر الخطابة الدينية على أهل التخصص، ثم بعد ذلك الاهتمام بالمحتوى أي بالفكر الديني الذي يدعم التعايش السلمي الآمن بين أبناء الأمة الواحدة. أيضا هناك خطوات لكي ندرك أن الدولة المدنية هي صناعة النبي على أرض المدينة، لأن هناك من يرى أن الدولة المدنية ليست لا علاقة لها بالإسلام وتتعارض مع الفكر الإسلامي، وهذا ما يجب أن نبينه وأن نوضحه، لأننا صمتنا طويلا للأسف الشديد أمام خطاب متشدد، خطاب متجهم، خطاب لا يؤمن بالآخر. الآن أيضا ونحن نركز على هذا ندرك أن المواطنة أي المشاركة المجتمعية داخل الوطن الواحد هذا من أهم ما ركز عليه نبي الإسلام حين أقام دولة المدينة التي قامت على التعددية. أيضا الخطاب الديني الموجه للشباب الآن يعلم الشباب أن التنوع ليس نقيصة، ولكن التنوع هو إرادة الله، والتنوع والتعددية هي ثراء المجتمعات الثرية، هي المجتمعات المتنوعة المتعددة. أيضا الاعتراف بالآخر وقبول حق الاختلاف وقبول التعايش، وأن ندرك جميعا أننا أمام القانون سواسية كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض المدينة. نعم، يعني هستاذن حضرتك تبقى معنا شيخ إبراهيم رضا، ونروح مرة أخرى سريعا لسيدة النائبة مارجريت عازر. يعني سيدة النائبة دلوقتي دائما عندما نتحدث في هذا الحوار دائما ما نلقي الكرة في ملعب الأزهر، ولكن ماذا عن دور الكنيسة في توعية أيضا شباب المسيحيين بالأديان الأخرى وقبول الأديان الأخرى في عجلة؟ طب أنا أستاذن هيك تقريبا في مشكلة في الصوت، لو حضرتك واقفة في مكان الشبكة فيه مش مظبوطة. طيب معايا؟ طيب بعتذر لحضرتك سيادة النائبة مارجريت عازر لسوء الصوت عضو مجلس النواب، وهروح مرة أخرى للشيخ إبراهيم رضا. الشيخ إبراهيم أنا هكرر سؤالي لحضرتك، ويمكن شال حضرتك ممكن تكون مجروحة في هذا الأمر. هل حضرتك شايف أن الكنيسة تقوم بدورها على أكمل وجه في توعية شباب المسيحيين بأهمية قبول الآخر والتعامل مع كافة الأديان سواسية؟ بالتأكيد من خلال الأنشطة التي تقوم بها الكنيسة المصرية، وأنا دائما أقول أن الكنيسة المصرية هي كنيسة وطنية تؤمن بالتنوع وتؤمن بالتعددية، ومن خلال أنشطة بيت العائلة المصرية ومن خلال اللقاءات التي تتم مع الكنيسة المصرية بنجد أننا أصابنا ما أصابنا لأننا كنا في عزلة، لم يكن هناك نوع من أنواع الحوار أو الانسجام أو أن الهم المشترك. نحن الآن مع رجال الكنيسة المصرية مع جميع الطوائف بدأنا مشوارا أعتقد أننا سننجح فيه، وهو أننا حين نجتمع نتعمد أن يلتقي شباب الأئمة من وزارة الأوقاف ومن الأزهر الشريف بشباب القساوسة دائما نحاول أن نبحث عن القواسم المشتركة، عن الهم الوطني، عن مشاكل هذه الأمة، وأن ندرك جميعا أننا في النهاية مواطنون
وأنه لا يوجد أفضلية لأحد على الآخر. صحيح. وأن مصر هي الوطن وأننا جميعا شركاء وأننا يجب أن نقضي على بعض المصطلحات التي أساءت لنا كمصطلح الأقلية. نحن نتحدث من خلال الشراكة المجتمعية على أرض واحدة. نتمنى جميعا أن نصل إلى ما نتطلع إليه إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى طبعا هذا التواصل الدائم. بشكر حضرتك الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف. إذن نقدر نفهم من ضيوفنا إن الفهم الصحيح وتوضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام سواء الإسلام أو المسيحية هي حلقة الوصل ما بين الأديان جميعها. وإحنا زي ما سمعنا برضو إن هو هيكون في الفترة القادمة في طريقة حوار جديدة للشباب ومخاطبة الشباب, وده اللي إحنا إن شاء الله بننتظره في الفترة القادمة. يمكن إحنا تابعنا إنه فيه حراك مجتمعي كبير في هذا الاتجاه. دي حلقة النهاردة, لكن هفكر حضراتكم بسؤال حلقة الغد بإذن الله. هيكون كيف يسهم قرار مجلس الوزراء بالحبس والغرامة للمتلاعبين بالسلع التموينية في ضبط الأسواق؟ هعيده على حضراتكم تاني, كيف يسهم قرار مجلس الوزراء بالحبس والغرامة للمتلاعبين بالسلع التموينية في ضبط الأسواق؟ هننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة. إلى اللقاء.